الوصف الصادق الذي يميز اهل العقيده الصحيحه واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرق الاخرى التي تسير على غير طريقه النبي عليه الصلاه والسلام بين صفه الفرقه الناجيه والفرقه الناجيه كما اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام من كان على مثل ما انا عليه واصحابي العقيده الصحيحه يا اخوان السلف الصالح لهم اطلاقات كثيره على العقيده بعض منهم بعض من السلف الصالح يطلقون على العقيده الصحيحه اسم السنه بعض منهم يقول العقيده بعض منهم يقول السنه لماذا اطلقوا على العقيده السنه لتمييزها عن عقائد ومقولات الفرق الضالة لأنها مستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة للقرآن الكريم وقد ألف بعض السلف كتباً في العقيدة أسموها السنة ومنها كتاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأيضاً كتاب السنة ابن أبي عاصم وغيرهما أيضاً من الإطلاقات على العقيده اسم اصول الدين اصول الدين وذلك ان مله النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اعتقاديات وعمليات والمراد بالعمليات علم الشرائع والاحكام المتعلقه بكيفيه العمل كاحكام الصلاه والزكاه والبيوع وغيرها وتسمى فرعيه او فروع فهي كالفرع لعلم العقيده لأن العقيده يا اخواني العقيده اشرف الطاعات العقيده الاسلاميه الصحيحه اشرف الطاعات ولأن صحتها شرط في قبول العبادات وكلنا نعلم كلنا نعلم يا اخوان ان الكفار واعداء الاسلام يسعون لافساد العقيده وتشويه العقيده عند المسلمين ولذا اذا فسدت العقيده لم تقبل وبطل اجرها قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ايضا من اطلاقات العقيده بعض العلماء اطلق على العقيده اسم الفقه الاكبر وذلك لان العقيده هي اصل الدين والفقه العملي الذي يسمى الفقه الاصغر فروعه وقد الف الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى رساله في العقيده اسماها الفقه الاكبر فالعقيده الصحيحه هي التي تعتمد على اصول ثابته مستفاده من الكتاب والسنه وهي التي ماخوذه من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام اذا الوصف الصادق الذي يميز اهل العقيده الصحيحه واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرق الاخرى التي تسير على غير طريقه النبي عليه الصلاه والسلام بين صفه الفرقه الناجيه والفرقه الناجيه كما اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام من كان على مثل ما انا عليه واصحابي